رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبناء الطلبة وبنات الطلبة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم في أولى محاضرات هذا اليوم لمادة البيولوجي الشعب الخامسة طبعا سنبدأ من حيث انتهينا الأسبوع المنصرم اه احنا لازلنا في الشابتر رقم ثلاث و الان كما تروا بانه الماده نعرضت امامكم عملت لها شير اتمنى انه تكون واضحه بالنسبه لكم نازل عندكم الماده يا شباب يا صبايا اه دكتور واضحه حياكم الله اذا اخر شيء تكلمنا عن المره السابقه كان البي اتش والبي اتش هي العدد او الرقم الهيدروجيني او الذي يعكس بطريقه او باخرى تركيز الهيدروجين ايون الموجود باي سوليوشن وحكينا كمان انه السوليوشن هو عباره عن اذابه سوليوت بسولفنت اذا ذوبنا السوليوت بسولفنت فصار عندنا سوليوشن انت يا بني ادم ما انت الا سوليوشن آه بمعنى اخر لك بي اتش معينه طبعا البي اتش موجوده في الجسم باختلاف البي تختلف باختلاف المكان فمثلا البي اتش بالدم تختلف عن البي اتش باليورين في البول تختلف عن البي اتش في المعده وفي في مثلا اللعاب وهكذا لكن هل البي اتش ثابته في الجسم لابد انه بعض الاحيان تتغير ولكن اذا تغيرت البي اتش عن ما هو اصلا مصمم هذا الجسم عليه فهل التغيير في البي اتش يؤثر نعم يؤثر على الجسم واكيد التاثير راح يكون سلبي آه اذا قلنا البي اتش يتناسب عكسيا مع الاتش بلس كونسنتريشن اما منقول يتناسب طرديا مع البي اتش الكونسنتريشن اوف او اتش ماينس او بنقول يتناسب عكسيا مع الكونسنتريشن اوف اتش بلس طيب مين اللي معتمد الان عندنا هل نتكلم عن انه يتناسب طرديا مع الكونسنتريشن اوف او اتش ماينس ولا يتناسب عكسيا مع الـ عكسيا اذا هذا هو المالوف انه البي اتش تتناسب عكسيا مع الاتش بلس بمعنى اخر الـ pH تبدأ من الصفر ولل14 كل ما طلعت لفوق باتجاه البيز كل ما قل الاتش concentration. وكل ما نزلنا بالـ pH باتجاه الصفر كل ما طلع الاتش بلس كونسنتريشن ليش؟ لأنه قلنا التناسب عكسي في بعض الأحيان يتساوى تركيز كل من الاتش بلس كونسنتريشن والـ OH أو الهيدروكسيد أيون إذا تساوت التراكيز معنى ذلك أن الـ pH هي 14 تقسيم 2 يعني قديش؟ 7 7 وفي هاي الحالة إيش بنسميها؟ أو إيش سميناها في الماضي؟ نيوترال إيش سميناها يا جماعة؟ نيوترال <applause> أي أن هذا الميديوم أو هذا الصليوشن أو هذا الماء شو ماله؟ نيوترال وبنسميه الماء النقي أو البيور ووتر الآن لو جبنا الماء والبي اتش تبعه 7 7 يعني نيوترال يعني بمعنى آخر الكونسنتريشن أو اتش بلس تساوي الكونسنتريشن أو هيدروكسايد أيضا طيب لو ضفنا أسيد هل البي اتش تبقى كما هي؟ طبعا لا البي اتش بتبلش تنزل بسبب إضافة الأسيد البي اتش بتنزل باتجاه الصفر من سبعة باتجاه الصفر حسب قديش ضفنا اسيد للووتر او للسوليوشن طيب اذا ضفنا بيز معناته احنا ضفنا او اتش ما ضفنا اتش بهاي الحاله ال... اها تت... معناته البي اتش بتصير تطلع باتجاه البيز باتجاه ال 14 وبالتالي يتتغير ال... البي اتش ولا لا تتغير؟ تتغير تتغير تتغير, تتغير. الان الان البيولوجيستس المتخصصين في علم البيولوجي بيتكلموا وبقولوا بانه البي اتش سكيل ما هي الا حتى نحدد ما اذا كان الميديم اسيد بيز او نيوترال فقط طيب لغايه الان الامور طيبه طيب ما هو الاسيد وما هو البيز قبل ما نقول ما هو الاسيد وما هو البيز الاسيد باتجاه الصفر يعني البي اتش نزلت معناته ال H بلس كونسنتريشن شو ماله يا جماعة؟ راح يزيد بزاد. مزبوط؟ طيب البيز البيز يعني طلعنا من السبعة باتجاه ال 14 طلعنا معناته ال H كونسنتريشن شو ماله راح تنزل <applause> ايش بتصير؟ Reduced ايش سوات؟ شو صار لها؟ <applause> Reduced على رأي المدن قلت شو مالها؟ قلت طيب يل. في مثل بيقول فاقد الشيء لا يعطي. لا يعطي لا, لا, لا يعطي طيب طيب اطلع طيب البيز ما عندهوش اتش بلس تتوقع يعطي لا 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 طيب, طيب الاسيد ايوه الاسيد عنده كثير اتش بلس يعطي يعطي عشان هي يعمل. افضل نعم افضل تعريف للاسد انه بروتون دونر ايش يعني بروتون دونر متبرع بالبروتون بالضبط والبيز والبيز معناته بروتون دونر ولا <applause> اكسبتر اكسبتر هذا احلى تعريف موجود بالدنيا لايش يعني اسد وايش يعني بيز وكأنه بطريقة أو بأخرى بطريقة المؤيدية بدي أشرح لكم إياها وكأنه الأسد بيز زي الزكاة اللي معه الغني الأسد شو ماله يعطي والفقير يستقبل بس. بس هي كده خلينا نصير مصريين هي كده ماشي لحد الآن واضح يس. واضح ان شاء الله اذا لاحظ انه لو جبنا اي سوليوشن وهذا السوليوشن السولفنت تبعه ايش؟ ووتر بنقول سوليوشن ولا بنقول اكيوس سوليوشن؟ اكيوس اكيوس طيب, أكيوز. طيب. أكيوز. في بعض الكتب بتقول لك في بعض الكتب بتقول لك 25 ديجري سنتجري درجه حراره 25 وطبعا في بعض الكتب تقول لك 23 درجه مئويه تركيز ال H plus concentration بتركيز ال OH concentration بطلع المحصلة النهائية 10 into power minus 14 طيب نجعل ال pH إذا ال pH negative logarithm of the concentration of H plus بمعنى آخر أن ال pH تتناسب عكسيا مع مين مع لوغاريتم سالب لوغاريتم الاتش تركيز اذا ما هو هي بدنا بدنا نشيل ايكوال التساوي هذا اذا بي اتش تتناسب مع الاتش كونسنتريشن ماينص عكسيا وصلت؟ تمام طيب النيوترال سوليوشن او النيوترال اكيوس سوليوشن 7 سبعة طيب ليش سبعة قال لأنه تساوى الاتش H plus concentration مع ال OH minus concentration ايش قلنا مم. طيب لاحظ احنا هون شو قلنا يا جماعة هل قلنا neutral solution ولا neutral aqueous solution neutral aqueous لأنه لأنه لا نستطيع مم. يعني بالضبط يعني لازم يكون السوليوشن اللي بده يستقبل الاسيد والبيز والاسيد يعطي والبيز بده ياخذ لازم يكون أكي وسمائي ولهذا السبب وخلقنا الإنسان من ماء مهين, ماء صح وجعلنا من الماء كل شيء, شيء إذا بمعنى آخر السوليوشن شو بده يكون؟ إجباري أكي, وص. أكي وص. بس هي هي كده طيب فإذا كانت البي اتش سبعة إيش سميناها يا جماعة؟ إذا اذا كانت السوليوشن البي اتش تبعه ليس than 7 ايش بيكون بكون اسيديك السوليوشن صح وبالتالي جريتر than 7 <applause> oh. basic بيزيك سوليوشن بيزيك سوليوشن تمام لانه اصل الكلمه بيز بي اي اس اي اذا في اي بالاخير تكسري الاي ما بتلفظيه ا تلفظيه اي بيزك سوليوشن وان شاء الله لقدام شوي 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 بنطور لغتنا الانجليزيه البيولوجيه حتى نصير اوكي تمام مم. الان احنا لما خلقنا خلقنا أمة وسطاء مزبوط؟ يعني سبعة أو نحوا من ذلك اقل شوي اكثر شوي لاحظ سبحان الله موست بايولوجيكال فلويدز اغلب سوائل البيولوجيه شو مال البي اتش فاليو تبعها يا جماعه؟ حوالي ستة السبعه ستة ل ثمانية يعني ثماني حوالي, ستو ستو ثماني. حوالي السبعة. السبعه صح ولا لا؟ صحيح طبعا صح. في حالات استثنائيه؟ نعم في حالات استثنائيه مثلا سائل المعده سترونج اسيد ثلاث اثنين ونص اثنين واحد ونص بعيد لكن لا يعول على سائل في الجسم واحد احنا قلنا هنا شو ما قلنا موست مارد. ايش يعني موست غالبية مش قلنا ماردن. اول تمام هذه راح تعطينا انطباع عن البي اتش لاكثر من سائل لكن قبل ما نروح هنا على السوائل المختلفة خلنا نيجي على هون إذا كان الـ H بلس شوفوا وين تبعي السهم تبعي وينه شفتوه إذا كان الـ H بلس أكثر من الـ OH ماينس معناته أسيدك وإذا كان الـ بلس أقل من الـ OH ماينس معناته بيزك وإذا تساووا معناته نيوترال هاي المعلومة الأولى اللي بدنا نحفظها إذا أول شيء الـ H concentration إذا كان الـ H concentration اكثر ماشي؟ اسيدك الاتش كونسنتريشن اقل بيزك صح؟ صح ايوه واذا تساووا شو بتكون؟ نيوترال بمعنى يوتر. اخر إذ... طيب اذا تساوى ايش يعني؟ نيوترال <سؤال> سوليوشن لاحظوا يا جماعه معناته قديش عندنا او اتش مقابلها قديش اتش؟, أتش. يعني الان بنقول القاعه اللي بيدرسوا عند الدكتور مؤيد الخطايبه مين اكثر؟ الصبايا ولا الشباب؟ قد اذا الصبايا قد أسدك. اذا البن... الشباب بيزك واذا نيوترال العدد جد متساوي جد صح ولا لا؟ اذا لاحظ الاسيدك سوليوشن يتساوى فيها الاتش بلس على الاو اتش ماينس ولا الاتش بلس اكثر؟ الاتش بلس اكثر بالمقابل بالبيزك مين بيكون اكثر؟ اها يس yes. او اتش بده يكون اكثر مزبوط فهون ايش بده يكون الاو اتش -OH والاتش بلس متساوي الان, الآن فهمنا الشق الشمال من الصوره اصبح واضح لطلاب البيولوجي بدنا نروح على الشق اليمين البي اتش سكيل دائما تبدا من صفر وتنتهي بايش يا جماعه 14 14 النيوترال يعني 7 وذكرنا مثال على ذلك من هو؟ الوتر Water ووتر الوتر بيور ووتر اذا لاحظ هاي البيوتر ووتر عم عم بيغالط معي اوكي مش مشكله عم غلط معي مش مشكله اوكي اذا لاحظ اخذنا فقط البيور ووتر وقلنا البي اتش تبعها لا حول ولا قوه الا بالله 7 مش مشكله لو نزلنا لتحت تقريبا شيء بسيط اقل من 7 سلايفا ايش لعاب اليورين لاحظ اليورين البول اعزكم الله 6 بمعنى اخر اسيدك لكن 6 قريبه من 7 ولا قريبه من الصفر من 7 من 7 بنسميها اسد ضعيف شو بسميها؟ اسد ضعيف بمعنى اخر كلما تطرف الاسد باتجاه الصفر او كلما تطرف البيز باتجاه ال 14 بنسميه متطرف يعني قوي عشان هيك الغرب شو بيقولوا عن المسلمين هذول اللي بيقاتلوا معهم؟ بقاتلوا ضدهم متطرفين لانهم قويين وبخوفوا احنا مالنا؟ احنا قريبين من السبعه منين نسعى الكف ومن للي اللي بعديه مصبوط؟ إذا لاحظ السلايبة قريبة من سبعة لكنها أسدك اليورين ستة الرين ووتر ماء المطر ستة أقل من الستة أكثر من الخمسة ستة ونص خمسة آه خمس ونص خمس وستة بالعشرة هذا الشكل الطبيعي لكن ممكن يكون في ملوثات بالجو حامضية تختلط بماء المطر فيصبح المطر حامضي يعني البي اتش بالظل آه خمسة ونص ولا ممكن تنزل عن هيك ممكن تنزل, تنزل ممكن تنزل. تنزل ايضا لاحظ يا جماعه البلاك كوفي القهوه على هالصبح قديش البي اتش تقريبا أربعة أربعة ونص تقريبا أربعة ونص مضبوط اذا حامضيه ولا مش حامضيه حامضيه أصلًا لما إيه ابوك بيروح يجيب القهوه ويعطيها لجدتك تغليها اول ما تشف منها شفه تحكم عليها بتقول له هاي القهوه كويسه او مش كويسه كيف قال اذا فيها حموضه معناته مزبوطه اذا ما فيها حموضه بتقول له هاي من القهوه اللي الكيلو بليرتين قهوه بلوط محروق مش اصليه <applause> عشان هيك إذا بتجربوا أنا ما بدي تشربوا قهوة رغم أنه القهوة فيها أنتي أوكسيدنت مضاد أكسدات كثير وكويس للصحة بس ما نغالي بشرب القهوة لو أخذتي لك شفة قهوة وخاصة إذا ما كان سكرها عالي يعني سكر خفيف حتحس بلذعة الحموضة فيها فإذا كانت حامضية شوية بتقول انه فعلا هاي قهوة واذا اي كلام ما فيها لذة الحامضية بس مرار وعلى الفاضي اعتبر انه من احراش عجلون جايبين شوية بلوط فارمينهن وساحنينهن وعاملين قهوة تمام يا جماعة طيب الان بالهند احلى كاسة عصير شربتها بحياتي كانت عصير البندورة مع الشمندر مع الليمون والبرتقال يا سلام اه نعم عصير بندورة اذا في توميتو جوس ما بقول انا كاتشب الكاتشب هذا تم اضافة بلاوي سودا اله بدكم تاكلوه اكلوه, أكلوه بتكونش بلاش لكن التوميتو صوص سو جوس هو عصير البندورة واللي عادة البي اتش بتكون تبعت شمالها اربعة عشان هيك لما بتاكل كاتشب بيكون حامض ولا قاعدي؟ حامض طيب أم. بعد هيك بعد هيك بيجينا الفينيجر اللي هو ايش؟ الخل خل. لا سمح الله بدك تساعدي امك يا مقلعطه لا سمح الله بدك تساعدي امك وتنظفي عنها الدجاجات اللي اشتراهن إن أبوكي انا ما بصدق طبعا لكن نفكر فشو بتقول لك امك؟ ادعكيهم بشويه فينيجر لو ايش؟ بدها شيء حامض تحط عليه ايوه هاي واحده من البنات اللي بتساعد امها نظريا فقط اه اما عمليا ولا واحد فيكم واذا مش مصدقيني اسالوا امهاتكم طيب اذا ما فيش فينيجر شو بتقول لك امك اعصري ليمون ليمون نفس نفسه ولا مش نفسه لانه الفينيجر البي اتش تقريبا اقل من ثلاث شوي والليمون تقريبا اثنين يعني الثنتين قريبات من بعض لكن لكن ما بديش احكي لانه بخاف تتعلموا وتصيروا مجرمين واحد بده يقتل واحد بقدر يرش عليه مية البطاريه او اسيد البطاريه تبعت السياره طبعا لانها سترونج اسيد اذا الجاستريك جوس عصير المعده او الليمون جوس البي اتش 2 ميه البطاريه تقريبا واحد يعني اذا صبيتها على الرخام والبلاط بذوب تهلكه تخربه مزبوط طيب نطلع الان باتجاه البيز ميلك اوف ماجنيسيا حليب المغنيسيوم شو ماله؟ تقريبا عشرة ونص يعني بيز ولكنه ضعيف شوي السي ووتر هنا السي ووتر يا جماعه ثمانية, ثمانية. يعني بجنن بصراحة بجنن هيك إذا بتمونوا على الحج والحجية ياخذوك على العقبة هيك وزتوا حالكم بالمية إشي بجنن بصراحة بتطلع شعرك مظبط بتحس جلدك غير وانت بتحس حالك انسان ثاني بس مش عند بين البشر هذول المي الوسخه روحوا على الجنوب ابعدوا 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 اخر العقبه ايضا الامونيا ماما بتستخدم الامونيا ولا ما بتستخدمه؟ لاحظ الفي اتش تبعه ونص ايش يعني 11 ونص؟ يعني بلشنا نعتبره سترونج بيز بيز مضبوط وبالتالي ماما مسكينة طول نهارها تشتغل بالمطبخ يا صبايا أنت طول نهارك الضبط بأظافرك وماما جلد ايدها ناشف قولي لي يا ماما الأمونيا والسترس اللي بتستخدمه عشان تغسلوا في الفرن بالضبط في الفرن هذا سترونج بيز والسترونج بيز بيأثر على الأدين زي ما السترونج أسيد بيأثر على الأدين فبالتالي بننصح الأمهات ايش يا جماعة؟ انت دكتورة امك يا مقلعة قلعة انصحيها يلبس لنبيت البس جلافز اه وما ب... وما بستخدم س... ستريس وايزي بكثره باخذ تركيز خفيف بالمي مظبوط طيب الان the internal pH ال pH الداخلية ما منقول لك كل لكن إيش منقول most living cells قديش بتكون close to seven يعني قريب من سبعة من ستة لثمانية مش قلنا طيب بدي أسألكم سؤال لو رحنا عقريتنا تعرفوا أنا من أي قرية تعرفوش شان هيك بدي أرسبكم لو رحنا عزمال وشفنا واحد بيسوق بسيارة عكس السير ولف الدوار عكس السير وراح حدا بيقول له لا لا ولا واحد بيقول له لا تخافيش القرى ولا واحد بيقول له لا تتهاوش انتو اياه لكن عدوار الداخلية بعمان لو اجت واحدة شايفة حالها ولفت الدوار بالعكس ما بتشوف وانه عشرين شرطي عجتافة واقفين عشان هيك يا عمان ما حد بتجرأ ليش؟ قال لانه في شرطة تنظم السير كذلك البي اتش درجة الحموضية والقاعدية في اجسامنا منظمة معناته في عندنا رجل سير ولا ما عندنا؟ في منظم هذا المنظم شو بنسميه بالانجليزي؟ بفر ايش هو؟ بفر. بفر. بفر طيب ما هي مكونات البفر؟ قبل ما نقول ايش مكونات البفر بدنا نعطي مثال مؤيدي بدي اروح افتح شركه استيراد من الصين الى الاردن الاصل اوظف بيها واحد بيفهم صيني وواحد بيفهم عربي أو بجيب واحد بعرف صيني وعربي أبوه طالع يدرس بالصين من الأردن ومتجوز أمه راجع وخلفوه وبعرف صيني وبعرف عربي طيب المطلوب من البفر إيش ينظمنا لنا البي اتش إيش يعني نظمنا البي اتش يعني لنا الأسد والبيز معناته البفر بده يكون سوليوشن واحنا قلنا اذا كان البفر سوليوشن الاصل يحتوي على كم ماده مذابه؟ اقل شيء مادتين مادتين صح؟ مادتين مذابات نعم شو بنسميها في الساعه؟ سوليوشن والبفر سوليوشن اذا البفر ماذا يحتوي يا جماعه؟ أسد اند بيز بير يحتوي على أسد وبيز عشان اذا اجى اسد البيز يتعامل معه واذا اجى البيز ياثر علينا مين بيتعامل معه؟ الاسد اذا البفر هو سوليوشن هو ايش؟ طيب ايش ما هو تعريف البفر؟ السوليوشن حياك يا الله دكتور في وحده فاتحه مايك في صوت صدى والله ما يفهم إيش بصراحه يعني الصوت بيتكرر اكثر من مره مو لحالي بحكي هذا الإشي فلو طيب سمحت... طيب 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 وصلت 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 الصبايا <applause> صبايا صبايا اللي فاتح المايك خلص شفتي كيف ما شاء الله عليهم الكل متعاون الكل متعاون الكل يا بنتي جاي يحضر يحضر وجاي يفهم مزبوط <applause> توكل على الله ولا يهمك شكرا. تدللي بالعراقي هذا يعني تمام يا جماعه اذا لاحظ الان البفر شو ماله عباره عن كومبينيشن كومباين كومبينيشن اوف اسيد وبيز وتعريف البفر الان اهلنا اللي مايكو مش واضح ما يفتح المايك احتراما للاخرين وانا بعرف انكم كلكم بتقدروا الان اهلنا بفلسطين ايش بيسووا عم بيقاوموا الغاز المحتل مزبوط بيقاوم ايش يعني يقاوم باللغه الانجليزيه ريزيستس يقاوم كذلك البفر هو Minimizes تشينج ان ذا concentration of اتش بلس او اتش ماينس concentration هو يقاوم التغير في هذه التركيزات او هاي التراكيز اذا Minimizes change يعني ريزيست يقاوم لا يسمح اذا صار في تغيير بيكون تغيير بسيط وبسرعه برجع لطبيعي فاذا كانت البي اتش سبعه ممكن تطلع بعض الاحيان اشي بسيط سبعه فاصل ل ترجع لسبعه تنزل ل 6.8 بس بتضل حوالى السبعه طيب الان لو سالنا حالنا هل البي اتش داخل المعده ثابتة وتقاوم التغيير لا لا أحيانا بتكون واحد ونص أحيانا بتكون البي اتش عصير المعدة اثنين اثنين ونص ثلاثة إذا ما متغير بنستفيد حاجة إيش هي إنه المعدة ما فيهاش منظم ما فيهاش بفر طيب البول, البول أعزكم الله أنتم الآن كلكم مجالات طبية من تحاليل لطب لقبالة لتمريض حتتعاملوا مع الناس البول فرضا البي اتش تبعه ستة هل يبقى ستة؟ لا أحيانا بسبب وجود التهابات بالمجاري البولية بتنزل البي اتش لخمسة ولا أربعة ونص طيب اختلفت ولا ما اختلفت؟ اختلفت معناته البول أو الجهاز البول البولي في بفر منظم؟ لا ما في بفر طيب نيجي على الدم قال الدم البي اتش تبعها 7.4 واهل البيوكيمستري اللي زيي بيقولوا من قد ما هم يعني دقيقين بقول لك 7.38 مش فور، حتى ال 0.02 هذول مهمين هل يختلف البي اتش في الدم؟ اذا اختلف يختلف اختلاف بسيط ويعود الى طبيعته فورا قال لماذا؟ قال نستنتج بانه البلد او الدم في عندنا بفر ولا ما عندنا بفر يا جماعه في عندنا بفر طيب احنا قلنا انه الرين الطبيعي البي تبعته قد خمسة فاصل ستة خمسة صح لكن لو كان هناك ملوثات من المصانع والحروب لعن الله كل من اشعل الحروب ضد الشعوب المضطهدة الجو شو بكون للأمانة 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 اليوم وأنا طالع في إربد مشوار صغير بعد صلاة الفجر روائح الشوارع كانت كريهة حسيت في إشي مرشوش بالجو غلط بمعنى آخر لو إشتت الدنيا هل تعتقد إنه البي اتش تبع المطر راح يكون 5.6 ولا lower than لور ذان اذا ال pH راح تكون لور ذان 5.6 وبالتالي هذا المطر بيكون مطر عادي ولا امطار حامضيه؟ <applause> امطار حامضيه امطار حامضيه طيب اختلفت اختلفت ال pH ولا ما اختلفت؟ اختلفت اختلفت حنتاثر باختلاف ال pH ولا مش حنختلف نتاثر؟ اكيد نتاثر حنتاثر لانه لما تنزل المياه على الارض تتلوث الأرض تشربها النباتات للأسف الأمطار الحامضية تحول دون ذوبان المواد الغذائية بالماء يعني المواد الغذائية ما بذوب بالماء فبالتالي النبتة لما تسحب الماء هتسحب معه مواد غذائية ولا فقط ماء ماء فقط ماء بعد فترة بتصير عندنا تصحر شو بصير تسحر وهذا بذكرني برحلتي اليوميه وانا طالع من اربد على الصلط. كل يوم وانا طالع من اربد على الصلط لما بمر من عند بين جرش وعمان على الشمال وعلى اليمين في عندنا اشجار حرجيه بطلع بلاقي الشجر بطل اخضر شجر الصنوبر لونه شاحب ليش قال لأن المنطقه هذه فيها سير كثير وفيها تلوث وربما في امطار البي اتش تبعتها نزلت عن lower than 5.6 وهذا يؤدي فيما بعد الى ايش؟ تسحر تسحر كذلك يا جماعه الليكس المحيط البحيرات ما فيها ثروه حيوانيه اسماك ما فيها طحالب فيها ومتعاي يعني هذه مصممه الهيا تعيش في بي معينه لما بصير في عندنا acid precipitation امطار حامضيه ايش راح يصير بالليك؟ Damages the life in the lake and streams ستؤدي الى تدمير حياتهم حياه الكائنات الحيه البحريه وبالتالي بصير في لا توازن بالكون في لا توازن في الكون لاحظوا الشدر هذه يا جماعه هذا شجر صنوبر لانه النورمال ري... النورمال ريم كان 5.6 او 5.5 بسبب الاحماض او اصبح ال... اصبح المطر حامضي شو سميناه؟ اسيد رين ما بين واحد ونص 5.5 ونص يا سلام ايش صار بالاخير؟ تصحر حتى الاعشاب اللي تحت لونها اخضر ولا مريضة أصفر؟ أصفر نعم أصفر إذا إذا بنرجع للعنوان اللي قبل شوي كان يقول هل اختلاف الـ PH يؤثر على الحياة؟ يس يؤثر نعم, نعم يؤثر. طيب لغاية الآن إحنا يعني أمورنا ماشية اللهم لك الحمد أه بتفضلوا نستمر بنفس الأسلوب في الشرح أنا عندي أساليب مختلفة بتحبوا استمر بنفس الصوت بستمر آه بدكم اغير مستمر. بغير فاهمين عليك ان شاء الله ماشي اذا لاحظ الان آه كل ما زاد التلوث زاد انتشار او الريليز اوف سي او 2 انتشار السي او 2 اكثر واكثر لهذا السبب آه ايش بيقولوا عن السيارات الكهربائيه صديقه البيئه ليش ماكس لانها ماكس ما تعطي سي 2 وبالتالي ما راح تسبب ايش تلوث تلوث او امطار حامضيه وما راح تاثر لا على الشجر ولا على الحجر ولا على الطنجره اقصد على البني ادم مزبوط وهو الطنجره اللي ماثر على كل شيء ترى طيب هذه طبعا صورة بحيرات بزرعوا فيها أسماك لاحظ الآن لما بتكون أمطار حامضية تؤدي إلى تلوث وبالتالي تقتل الثروة المائية اللي موجودة نفس الإشي وبهذا نكون قد انتهينا من الوحدة الأولى بإذن الله ولكن للطلاب اللي سجلوا جداد وما لهم مش ذنب دمب. لأن أنا امبارح كنت في الجامعة بعطي محاضرات للماجستير تفاجأت أنه الطلاب لا زال بسجلوا اليوم تفاجأت أنه قاعتي فيها 79 80 81 بالواسطه 82 ما قلتش بالواسطه 83 تفاجات اليوم الصبح وانها 100 على الراس معناته في طلاب سجلوا جداد ولا لا؟ في وانا اليوم تقريبا ساعة ساعة الا ربع وانا بس بدخل بالطلاب الجدد على التيمز علشان ما يتغلبوش. لكن من عيد المعلومات الموجودة باخر كم شريحة لانهم بيشرحوا المعلومات اللي اخذناها بالاول. هذا اتش 2 او يا جماعة اثنين هيدروجين وواحد اكسجين. والاكسجين الكترو نيجاتيف المايكرو المايك فاتح وايضا الهيدروجين الكترو بوزيتيف. الرابطه بين الاكسجين والهيدروجين داخل نفس الووتر مولوكيول رابطه كوفالنت يعني تساهميه يعني قويه بالطريقه المؤيديه رابطه الاخوه لكن لاحظ ان الهيدروجين هذا ممكن يرتبط بمين بالاكسجين نولاد الجيران هذه الرابطه ايش راح تكون ضعيفه ايش اسمها باللغه الانجليزيه؟ هيدروجين بوند هيدروجين بوند وبالطريقه المؤيديه رابطه رابطه <تضع> الزواج <تضع> الزواج، ليش سميناها زواج؟ لانه يعني ممكن <تضع> ممكن, <تضع> ممكن تنكسر <تضع> واذا انكسرت تنكسر بالضبط كسر الرابط الهيدروجيني يعني الطلاق، يعني ايفابوريشن تبخر ولما كل واحد بده يطلق معناته المجتمع يتبخر صرنا زي المجتمعات الغربية ولا لا لا سمح الله وبالتالي ما هو سبب تبخر كسر الرابطة والتبخر الهيت الحرارة احنا عم نعيد للطلاب اللي كانوا حاضرين يستفيدوا والما كانوا مسجلين برضو يستفيدوا لما أبوك هذاك اليوم اتهاوش مع أمك شو السبب شو شو الشيطان ايوه شو شو لعب بيناتهم والشوشو هذا مخلوق من ايش؟ معناته الرابطه الهيدروجينيه بالطريقه المؤيديه رابطه زواج ولا مش رابطه زواج؟ زواج طيب الدنيا هاي الدنيا تبعتنا احنا كعالم عربي وعالم مسلم وعالم شرقي هل نعتمد على رابطه الاخوه ام نعتمد على رابطه الزواج ام على كليهما؟ <applause> <applause> اذا لاحظ وجود الكوفلنت <applause> بوند ضروره والزواج بين بنت وابن الجيران وابن وبنت الجيران برضه ضروره عشان هيك الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه الى المدينه ايش عمل؟ اخا بين المهاجرين والانصار عمل كوفلنت بوند وبعدين قال لهم تزوجوا من بعضكم صح؟ فعمل مجتمع متماسك عشان هيك ارتباط ووتر مع انذر ووتر سميناها كوهيجن تماسك مظبوط ايضا هون هذا ووتر لكن احنا قلنا الووتر سبحان الله إلو ثري ستيتس ثلاث حالات ايش هم حالات الووتر يا جماعه؟ سائله سائله وغازيه وصلبه طيب الصلبه ايش هي الايس ايش هي الايس والسائله الليكويد ووتر الماء السائل صح والغازيه الفيبر البخار مزبوط لاحظ الروابط الهيدروجينيه بين الووتر والووتر عم تعطي شكل منمق وثابت بينما هذا اذا كان ايس طيب اذا كان ليكويد إذا كان ليك زي المجتمع الأردني خربك. اثنين اثنين رايحين على المحكمة الشرعية يعقدوا العقد واثنين رايحين بنفس الوقت على المحكمة الشرعية ايش؟ يطلقوا معناته الروابط الهيدروجينية ثابتة ولا في شيء ينبنى من جديد وشيء ينكسر؟ <تصفيق> 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 إذا لاحظ الاستابيليتي الاستقرار للهيدروجين بوند وين بيكون بال بالآي. بالآيس. وليس بال ووتر ذكرناه هذا ولا ما ذكرناه وهذا ذكرناه نيوترال بي اتش لما الاتش كونسنتريشن ايكوال تو او اتش ماينس وبالتالي البي اتش 7 جوز دروب داون تو 7 اذا رحنا باتجاه نزلنا للسبعه معناته الاتش كونسنتريشن اصبحت اكثر من OH او اتش او الهيدروكسيد اي وهذا سميناه اسيديك سوليوشن وقلنا هون لاحظ اسيديك في عنده اتش كثير يا جماعه بينما البيز فقير وفاقد الشيء لا يعطيه اذا البيز أك دونيت ولا اكسبت اكسبت دونيت البيز اكسبت اتش أك بلس لكن دونيت او اتش ماينس احنا ما بدنا الاو اتش ماينس احنا بنتكلم عن مين عن الاتش بلس اكسبت اتش بلس صح صح ولكن وين بالزيت بالبترول ولا بالاكي والسوليوشن الاكي والسوليوشن والاكي والسوليوشن ايش هو المحلول المائي المائي اذا يأخذ أم يعطي؟ يعطي ياخذ ولا يعطي دونر دونر لكن شرط وين يا جماعه اكي المائي ايوه معناته انت لو سحبنا دمك المائي وحطينا بدالك زيت سيارات تزبط لا لا ايوه عشان هيك اذا واحد بده واحد شو بقول له وكي انت دمك زيت سيارات يعني انت يعني مش معقول انت مش طبيعي اذا دائما محاليل اللي بنقيس فيها الاسيد والبيز شو بتكون اجباري محلول مائي أك... اها محلول, محلول مائي. مائي او اكيوس سوليوشن هكذا طبعا تكون تقريبا نحن على مشارف الانتهاء من هذا الشابتر ولاحظ ان الاو ماينس ارتبط بالاتش بلس والاتش بلس ارتبط بالاو ماينس والاو ماينس بيرتبط باثنين ووتر ليش؟ لانه احنا قلنا وللذكر مثل حظ الانثيين اذا الهيدروجين ترتبط بواحد اكسجين الاكسجين يرتبط باثنين هيدروجين صح؟ صح وهكذا نكون قد انهينا التشابتر الاول بسلام امنين ان شاء الله آه، لم يبقى على المحاضرة سوى آه، عدة دقائق قليلة بنفس الوقت تفضل نص ساعة دكتور بعد اه هو بو... اه يس 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 اليوم اثنين يا سلام عليكم والله كان قفتوني يلا خلنا نروح طيب الان خلصنا من شابتر ثلاث <applause> الله يعافيك حياك الله في من محاضره المره الماضيه في سلايدات صور ما فهمتهم تفضل اللي هم سلايد 26 و27 و28 لا تقول ليش ارقامهم انت اعطيني الفكره اللي بدك اياها شو رايك لان انا طلعت من انا طلعت بصراحه من التشابتر انا أسأل. اللي هن كان انه الماء 27 اه... 26 هاي رجعنا بس دير بالك السؤال بشرن مش ببلاش لا ابشر اه قالوا عنك ما دام قلت ابشر معناته مش دفي انت طيب إيش أي ستة اي 26 و27 و28 فيش شيء فيش اشي فيش إش إش احكي, أحكي لك اياه يعني الان احنا قلنا لك بشكل عام انه آه الطنجره لقد غطاها دير الجرعة ثم بتطلع البنت لمها مزبوط صحيح اذا كان الماء بولا هل يذيب مادة نون بولر زي الطبشور؟ لا اه بذيبها بذوبها بذوب الطبشور؟ طيب لا اليوم, لا. عقاب إلك. اليوم عقاب لك اليوم عقاب لك بتفوت على المطبخ بتجيب طبشور او شوية حجارة وبتحطهم بالمي بتظلك تحرك فيهن تا يذوبن بس الذوبن بعطيك ايه؟ ما ذابن تسحب المادة اه خلص انا فهمت فهمت انه هاي اه اه انه آه ايوه ال... اذا لاحظ دير تجرع ثم بتطلع البنت لمها اذا كان الووتر بولر فالاولى ايش يذوب؟ البولر, البولر. كومباوند اذا ما كان بولر نان بولر لا يذوب لكن في عندنا مركبات اخرى مو البولر والنان بولر هذول ايش؟ اورجانيك عضوي طيب في عندنا مركبات غير عضويه مثل مين؟ المعادن والاملاح والايونات عليها شحنه ولا ما عليها؟ ان اي بلس سي ال ماينس ام دي بلس 2 عليها, عليها. عليها. اذا تعشق الماء مم. لانه الماء دايبولر ولا لا تعشقه؟ تعشقه عشان دايبولر اذا لاحظ شو كاتب لك هنا الايونات اللي هي انورجانيك او البولر اورجانيك هذول شو مالهم؟ بيعشقوا الماء طيب اذا كان اورجانيك لكنه نن بولر يعني ذره امك بتحب امك؟ لا دير بالك مم. دير بالك امك تسمع أسا بتصير الشك بابوك انه متجوز واحده ومسكنها مكان ثاني تاكل هوا انت وابوك تمام دير مم. بالك امك حاطه نقاط مراقبه في كل موال الدار حتى وهي بالمطبخ متابعيتك انا خايف انك انت قاعد عندها بالمطبخ تاكل كمان لا لا طيب ماشي اذا انتهينا هنا ايوه في اي سؤال يا صبايا أهل. يا شباب آه ايوه المواد اللي اخذناها قبل شوي تبعون البيئه اش شم... نحفظها مش كلها تاخذوها يعني بعض الامثله المهمه الان بنجيب اياها بس قبل ما نروح لهناك احنا تكلمنا عن الديسوسيشن اوف ووتر تكلمنا صح قلنا اذا تكسر اثنين ووتر مولوكيول عملنا لهم كسر رابطه هيدروجيني بيعطينا ووتر زائد ووتر هي بتروح على وبروح على لكن اذا عملنا ديسوسيشن للووتر وكسرنا هون صح؟ حيعطينا هيدرونيوم هيدروكسايد حكيناها صح؟ صح 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 حكيناها دكتور نعم نيجي نيجي لهون لان لو سالتك عن البيور ووتر المفروض تعرفه ولا لا؟ دكتور مش عامل شير للشاشه اوكي مش عامل شير للشاشه انتوا غلبانيين غلباويين على وزن على وزن عقباويين تمام وهاي شير للشاشه طلعت عندكم آه. 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 طيب ماشي طيب يا اخي ليش ما نعرف السلايفا بهمنا السلايفا بالطب ولا ما بهمنا بهمنا اللعاب بهمنا اليورين ولا ما بهمنا البول بهمنا نعرف الرين ووتر ولا ما بهمنا؟ بهمنا بهمنا نعرف الكوفي والتوميتو جوس ولا ما بهمنا؟ الفينيجر الليمون والباتري معناته كلين صار بهمنا لكن اعرف انه السي ووتر ثمانية مش زي البيور ووتر ولا زي الرين ووتر وبعرف انه اقلها هناك اخر ثنتين بهمونا عشان ننصح ماما تلبس كفوف تمام آه، عش عش واحد رافع ايده عين شين شواهين اعتقد يا دكتور بس كنت اسالك على هاي الجزئيه انه لازم نحفظ عندكم رقم بي بي مش إيه تقريبا موجود. بعض الاشياء يعني لو اجي هم هسه إيه معلمات بالضبط يعني هل علمناهن لو قلت لك التوميتو جوس حامض ولا قاعد يا زلمه انت اكلت كاتشب مع الشاورما قد وزنك اكيد عارفينها حامضي ولا لا بلا بلا مزبوط طيب بلن. لو جيت اقول لك الليمون حامض ولا قاعد قال بلن. عيسى ابن مريم عليه السلام ايش اسم امه رضي الله عنها فاطمه بقول لك عيسى ابن مريم ما بقول لك لمن جوس قاعدي ولا حامض بتقول لي حامضي لو جيت قلت لك انه يا اخي البلاك كوفي يا اخي والله كويس تعرف عشان صرت تشب على اهلك انه انا صرت بعرف شيء ان والله القهوات فلان إنهم كويسات قهوات العقيد ما نعملش دعايه لحدا ليش؟ قال بتشعر فيها شويه حموضه لانه القهوه الاصليه فيها حموضه خمس اقل من خمس بشوي يا اخي نعرفها كويسه ولا لا حتى لو ما اجت سؤال لكن بركز وين؟ بركز على التراكيز اكثر انه وين الاتش بلس اكثر وين الاتش ماينس اكثر بركز على اذا تساوي نيوترال على التركيز اكثر واقل أسدك بيزك تمام الان نيجي على بدير شيء بدير ميم بدير مش مبين عندي إشي لان انا اتوقع مرح تفضلي اه مرح طلعت مرح نعم اه دكتور كنت تفضل تفضل انا سميس فبيكون عندي غيابين انه يوم الاثنين والاربعاء ولا ما بيكون في غياب؟ امتى سجلتي؟ يمتى؟ الخميس خميس. الخميس ما بيكون عندي غياب بس اذا بتغيبي بطلع روحك الخميس. ما بكون عندي غياب أيوة بس ماشي. اذا بتغيبي بطلع روحك يلا اسيل الدباس تفضلي يا بنتي في تسالي؟ حياك الله آه. سالتك انا عن النون اينك كومباوند خلص <applause> ممتاز اوكي وصلتك الاجابه؟ ما هو النان ايونيك ايش يعني ايونيك؟ ايونيك يعني انورجانيك غير عضوي. النان ايونيك بده يكون عضوي والعضوي نوعين يا بنتي الاورجانيك يا بيكون بولر يا نان بولر, بولر. فاذا بولر يذوب نان بولر لا يذوب وانتهت القصه. مش ايوني يعني مكون في ان اي سي ان اه الايوني يعني عضوي ولا لا عضوي؟ لا عضوي. فكل شيء لا حتى. عضوي اه كل شيء لا عضوي ايوني او معادن يذوب لانه يحتوي على شحنه. الان أوه. الغير ايوني يعني اورجانيك الاورجانيك ينقسم الى قسمين يا اورجانيك بولر يا اورجانيك نان بولر البولر شو ماله؟ ايش بقول المثل دير جرعة ثم بتطلع البنت لمها؟ اه طيب اذا كان المركب بولر والماء بولر بحبوا بعض وبذوبوا طب اذا كان الاورجانيك كومباوند نان بولر يذوب ولا لا يذوب؟ ما بيذوب طيب نيجي على دح دح يعني دانا حمد تفضل يا بنتي uh, تسلم دكتور بس كنت بدي احكي انه اذا في مجال م? وانت بتكمل المحاضره انه ما حد يشغل المايك لانه كثير الصوت بيكون سيء خلص ولا يهمك تسلم يا شباب باش. ويا صبايا انا طبعا ما بقدر امنع الشباب من المشاركه حتى اعرف انه الناس معي ولا مش معي وكيف انا بدي اقيم محاضرتي انه الناس معي من دمجين مش من دمجين ما بنقدر نقول ما في مشاركه لكن يا جماعه نستخدم المايك قليلا وقت الضروره ان شاء الله وبس نخلص نفصله مباشره هيك بنكون ارضينا الشباب وارضينا دح ماشي نيجي على ثلاثة عش شكرا دكتور حياك يا الله نيجي على عش عمر إيش يعطيك العافية دكتور حياك الله تفضل إيه بدي أسألك عن الإيفابوريتيف كولينج نعم إحنا قلنا لما أوه. بتكسر الرابط الهيدروجيني بالحرارة أو رابطة الزواج بشوشو بضل عيله ولا بتتبخر؟ بتتبخر تبخر تتبخر طيب أمك راحت على دار أهلها وأبوك راح على دار أهله ودخلت أنا وياك بينهم وساطة وكذبنا على أمك وقلنا لها أب الزلمة بيقول ما في مرة عبت عيني بالدنيا قدها إحنا بنجدب طبعا هي ما قالت شيء هي كانت سب ورحنا على أبوك قلنا له المرة بتقول ما لقيت ما في بعب عيني رجل بالدنيا زيه وشهم وما شاء الله حباب ومش عارف ايش شو بصير بالحراره شو شو اللي بينهم من ولا مش منتصه نمتصها طيب اذا عملنا الحراره عملنا لها كولينج ولا ما عملنا لها كولينج كولينج طيب تتشكل الروابط الهيدروجينيه وبترجع ابوك وامك لبعضهم ولا ما بيرجعوا مزبوط بالاول ابوك ابوك بده يكسبك لصفه وامك بدها تكسبك لصفه لما يرجع لبعضهم انت بتطلع ايش نشاز بطردوك دير بالك يعني وصلت يعطيك العافيه دكتور حياك الله نيجي على الحياري شاء لو ش... شهر زاد اعتقد الحياري دكتور تفضلي ايش في عندك يا شهر زاد في بكتسري انا دي رقم ثلاثة عفوا انا دينا رقم ثلاث طيب عندك اسئله؟ اه بس احكي لك انه ما كنت مبينه حاضر يعني كنت من 29 دقيقه بس انه هيك بيكون حضوري تمام ولا سامع إشي انت حياري واضح انك من السلط معناته انت مش جاء مش ساكنه عند الجامعه انت ساكنه تحت تحت بالوادي النت عندك صعب ولا سامع اشي. طيب اه نيجي على مين في ضل يا جماعه؟ دكتور تفضلي. أنا شهرزاد أنا النت عندي عادي عادي الحمد لله. هسا بما إنه حكينا إنه الروابط الهيدروجينية ضعيفة طب ليش الوتر هاي سبيسيفيك هي؟ أه لأنه الآن بدي أقول لك شغلة. آه لو أنتِ قوية وبتلعبي كاراتيه وبتلعبي كل شيء. وطلعتي على بنات الجيران وانهن عشر بنت بس يعني بلعبنش رياضة تقدري تتحديهن <تسألك> طبنت... أكيد لا لا ما بتقدري هن قو... هن ضعيفات بس كثر الكثرة غلبة الشجاعة مش هيك المثل بقول <تسألك> معناته هاي بالزيكة هاي 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 تايف دماغك بتوكلي كتلة بتروحي حتى لو انت عضلا جيزة مظبوط؟ نيجي للروابط الهيدروجينيه مالها ضعيفه لكن كثره الروابط الهيدروجينيه بالووتر خلت مياه المحيط تشيل سفينه بملايين الاطنان وعلى ظهرها من فوق صواريخ ومسيرات وطيارات ودبابات صح الكثره مهمه وبالتالي الروابط الهيدروجين رقم ضعفها بس كثرتها بالماء قوية وبالتالي هل تستطيع ان تمتص حرارة الجو دون ان تتاذى؟ بالغالب نعم. يعني لو جبتي مثلا شمعة ولعتيها وحطيتي اصبعك عليها تتحملي حر الشمعة الضعيف؟ لا إدماغك بغلي لا لا دماغك بيغلي صح؟ نعم طيب لو جبنا مية طنجرة مية وحطيناها على الشمعة بتغلي؟ ما تغلي. لا لا يعني اذا ناوي تعمل لها ستونجر الشاي عشان مع معناته مش ناوي تسقيهم لا ما راح تغلي ليش؟ قال لانه كثره الروابط الهيدروجينيه بالطنجره بطنجره الميه تستطيع ان تمتص هاي الحراره بسهوله دون ما تغلي اذا هيت سبيسيفيك ولا مش هيت سبيسيفيك؟ سبيسيفيك <applause> ومش بس هيت سبيسيفيك هايلي هاي. هيت سبيسيفيك كمان صح ولا لا؟ شكرا <applause> حياك يا الله. بس ديروا بالكم سجلوا ملاحظة عندكم كل سؤال بشلن ما في شيء ببلاش. يعطيك العافية دكتور. الله. حياك يا الله، مين معنا؟ دينا رمضان. حق دينا ولا نغير اسمك اليوم؟ يلا دينا، مش مشكلة. دكتور بدي أحكي لك أنا دخلتني يعني بينت عندي المحاضرة 32 دقيقة بالضبط. نعم. يعني يعني كان معلق التيمز عندي فحضوري هيك تمام بكون معلق ولا معلق حسب إذا معلق غايبة إذا معلق مش غايبة لا خلص معلق خلص معلق معناته مش غايبة تمام يعطيك العافية دكتور حيات حيات الله ترى طيب اسمعوا أنا أنا بحب المزح كثير بالمحاضرة عارفين ايش لأنه الطالب لا. السنفور جاي على الجامعة دماغه مخلوط بجزمته مش داري شو سوي فاحنا بنخفف عنه بنمزح. أحياناً ممكن أقول لك يا مقلعة ما تزعلي. طيب، الآن انتهينا من هذا التشابتر إن شاء الله. ليان ليان؟ لا، لين. لين، تفضلي لي. يا لين. دكتور في بسلايد شيء مكتوب كولويد كأنه ما فهمته. الكولويد، طيب. آه. الآن لو احنا مجتمع مش مجتمع اسلامي ولا مجتمع عربي احنا عايشين بالغرب وفات شاب وبنت على صالة افراح مين اللي بينجذبوا للبنت وبيحاوطوها البنات ولا الشباب الشباب طيب ومين بيحاط البنت الشباب ومين بيحاط الشاب الشب... البنات طيب الان لما بيدخل الملح ملح الطعام للماء ان اي سي ال بصير له ديسوسيشن بتحلل شو بصير؟ ان اي بلس وسي ال ماينس مين وين راح يروح الان اي بلس؟ راح يروح يتخبى بيش. بين الاو ماينس تبعت المي صح؟ والسي ال ماينس راح يتخبى بين الاتش بلس اتش بلس اتش بلس هذا اسمه كولويد تمام؟ تمام يلا غيره في ليان غير لين كان بدها تسال ليان اه اه دكتور هسه بالتأين بالتأين آه مين منكسر؟ الكوبرنت بوند ولا الهيدروجين بوند؟ بالتأين بإيش أي تأين؟ تأين الأملاح ولا تأين الماء؟ آه الأملاح طيب في عندنا إن أي سي ال بينهم رابطة تنكسر آه. رابطة أيونية ليش رابطة أيونية؟ لانها جمعت البلس بالماينس عشان هيك قلنا تاين صح اي تكسر الرابطه الايونيه فيصبح ال ان اي سي ال ان اي بلس سي ال ماينس اما بالنسبه للماء احنا مي. قلنا الماء مجتمع صالح اذا تاين الماء ما بنقول تاين الماء بنقول ديسوسييتد تحلل اللي بتنكسر الكوفالنت بوند طب دبعا. دكتور انا سؤالي مش هون هسه في بصفحه 33 حاطين انه الهيدروجين بتكون بالرابط الهيدروجيني مش انه الكوبلنت بوند ايش اللي بيكون رابط الهيدروجينية؟ الكسر؟ اه بالايونيزيشن او بالديسوسيشن بالايونيزيشن آه. لا آه. لا لحظة يا بنتي لحظة 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 طالعين كل مادة ولا مش طالع آه طيب اي صفحة؟ 33 33 <applause> خلاص <applause> هاي 33 لا لا اللي قبلها طيب هاي صار عليك 10 قروش طيب لاحظ <applause> <applause> الان الان اذا كسرنا الماء ارجع لوين؟ لفوق هون اذا كسرنا الرابطه الهيدروجينيه يعني صار عندنا طلاق صح؟ يعني كسرنا الرابطه الهيدروجينيه المراه بتروح على اهلها والزلم بروح على اهله، المي يبقى مي والانسان يبقى انسان والحرمه تبقى حرمه. لكن لو كسرنا من هون ها قل يا بنت هون ايش كسرنا؟ كوفلنت هون اذا كسرنا كوفلنت بنسميها ديسوسيشن تأين ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا ماء زائد ماء ولا راح يعطينا ايونز؟ هيا ايون ايونز اه وهون ايون اذا الايونات نتيجه لكسر الرابط الهيدروجيني طلاق ولا نتيجه للتفكك الاسري ديسوسيشن وكسر الرابطة الاخويه وصلت اه فهم. اخطر شيء في البيولوجي في البايوكيمستري انك تحفظ حفظ افهم ترتاح وهذا مبدئي في تدريس البيولوجي او البايوكيمستري حتى لما كنت ادرس بالزمانات بايوكيمستري للطب كنت أعتمد على أسلوب فهم وليس حفظ تمام؟ الآن بقي الشيء يا جماعة بتوقع أنه خلاص لازم يعني نعمل سويتش أوف لهذا الشابتر نخلصه ونستعرض معكم الشابتر القادم بإذن الله دكتور أنا أه عندي سؤال بسرعة بسرعة هيك أنتم أخرتوني مين بده يسأل يلا أنا وسام تفضل يا وسام دكتور هسه الامتحان شو طبيعه اسئلته بيجي اختيارات ولا كتابه؟ عادة بيجي السنه الاولى كونه اونلاين والامتحان على الكمبيوتر ممكن يكون اه اختيارات وبعدها بكير بكير على الاسئله بس عادة حجيب لكم ثلاث اسئله حابين تعرفوهم؟ آه دكتور السؤال الاول طويله والسؤال الثاني عسيره والسؤال الثالث لم يجد له حلا ولا تفسيرا الله شكرا دكتور الله حياك والله كيف المعنويات عالية عالية طيب خلصنا شابتر الرقم ثلاثة دكتور بس السؤال اها هيك زودتوها يلا في آه واحد من السلايد آه مكتوب عن دالتون وعن ابو نمبر نعم. آه صراحه مهمت. ما فهمتيهم بس يعطوك اياهم بالكيمياء قول لهم ركزوا عليهم جماعه البيولوجي مش مسؤولين عنها يعني داخل ولا لا؟ داخل بس انه فهميهم من اهل الكيمياء تمام؟ صراحة حاولت وعملت سيرش وكان الموضوع كثير موسع لا حول ولا قوة الا بالله آه بتمر على الجامعة احيانا انت؟ اه بس الاحد ماشي الاحد انا موجود يعني لو جيت الساعة واحدة بتلاقيني لو جيتي على الثنتين ونص بتلاقيني، اسألي وين الدكتور مؤيد؟ بشرح لك اياها على ورقه وقلم. تمام؟ آه. حياك الله. طل يا جماعه الان خلصنا شابتر 3 ف... حنقفز مباشره لشابتر 5. طيب ليش بدناش ندرس شابتر 4؟ قال لانه رقم اربعه امك بتحبهوش. مثنى وثلاث ورباع بتخاف منه. فبدناش اياه. ليش طيب؟ قال لانه المصطلحات اللي بدنا اياها بشابتر 4 مثلا انه الكربون يرتبط باربع روابط والهيدروجين برابطه واحده والاكسجين برابطتين والنيتروجين بثلاث روابط المصطلحات البسيطه بنغطيها في شابتر ثلاث وبشابتر خمسه فبناش نضيع الطالب وندخل له شابتر على كم مفهوم اصلا راح يفهمهم بالشابتر الثالث او بالشابتر الخامس اذا الان حنبلش وين يا جماعه بالشابتر رقم ستة آه خمسة سوري تمام يا جماعة الآن حنعمل شير ونشوف إنه نزل عندكم نزل عندكم يا جماعة آه دكتور آه نعم. إذا نمبر تو في الخطة الدراسية هو التشابتر نمبر فايف بكتاب كامبل واللي حيتكلم عن ماذا يا جماعة حيتكلم عن شغلتين مهمات راح بدي بس اشيل هاي من هون اوكي حط على جنب اوكي راح يتكلم عن لارج بايولوجيكال مولكيولز ايش يعني لارج بايولوجيكال مولكيولز المركبات البيولوجية العملاقة وعددها أربعة يا ولدي ارجعنا على رقم أربعة يعني بنروح شمال بنروح يمين بنرجع رقم اربعه. اذا لاحظ كم لارج بايولوجيكال مولوكيول عندنا في حياتنا يا جماعه؟ Four. اربعه Four. لازم نركز على شغلتين لازم نعرف الفانكشن تبعهم لكن بدي احكي لكم شغله اي شيء بدك تعرف الفانكشن تبعه لازم تعرف الستركتشر تبعه مستحيل تفهم وظيفه شيء إذا ما عرفت التركيبة تبعته إذا المطلوب منا بالشابتر الخامس إيش نعرف The structure and the function of large biological molecules واللي عددهم قديش أربعة, أربعة. أربعة. طيب أربعة. الآن أنا معي مسبحة خرزاتها تسعة وتسعين خرزة هاي المسبحة صغيرة ولا عملاقة عملاقة إذا لو كانت المسبحة مركب بيولوجي بنسميها لارج بايولوجيكال مولوكيول صح؟ لكنها صح لكن تتكون من ايش هي؟ في وحدة وحدة أحادية تتكرر في التركيب، ايش هي؟ الخرزة صح؟ إذا خرزة على خرزة على خرزة على خرزة بالآخر شو بيعطينا؟ مسبحة مسبحه, مسبحة. اذا مركب صغير عم مركب صغير عم مركب صغير ايش بيعطينا بالاخير <applause> <Large> لا بايولوجيكال مولكيول على راي الخلايله في حدا خلائلة؟ هنا خليلي القرش على قرش بصير رصيد حبه على حبه بنعمل كبه مزبوط الان الاربعه لارج مولكيولز خليكم مركزين معي الاربعه لارج مولكيولز ثلاثة منهم لهم وحدات أحادية أو خرزات بتشكلوا منها الوحدة الأحادية بنسميها مونومر إيش مونومر؟ يعني سنجل يونت يعني وحدة وحدة يعني خرزة طيب خرزة على خرزة على خرزة بتصير متعددة الخرزات يعني المونومر على مونومر على مونومر إيش بصير عندنا؟ بوليمر ايش يعني بوليمر بوليمر يعني بوليمار متعدد الوحدات صح <applause> للاسف راح يمر عندنا فور لارج بايولوجيكال مولكيولز ثلاثه منهم الهم مونومرز الهم خرزات فنسميهم بوليمرز واحد منهم لا ما الها مونومر يتكرر فبالتالي ما راح نسميها بوليمر اذا لاحظ اللارج بايولوجيكال مولكيولز اربعه ثلاثه منهم مونومرز سوري بوليمرز وواحده لا تعتبر بوليمر لغايه الان المعلومه واضحه؟ واضحه يس تمام دكتور عفوا؟ يمكن اوكي. هو... أوكي. لاحظ الان <applause> اللارج large molecule اسم اخر اسمه macro molecule. وماكرو عكس مايكرو micro يعني دقيق صح؟ صح اذا macro كبير. يعني الماكرو مولوكيول هم اللارج large او المركبات العملاقه. لكن هذه المركبات، بدنا نأخذ إيش هم Large molecules. All living things are made of four classes of large biological molecules. وصلت إذا لاحظ، الخلية الحية تتكون من اربع أنواع من Large biological molecules. إيش هم يا جماعة؟ الكربوهيدرات نشويات ليبيدز دهون بروتينز Protein. البروتينات اند النيوكليك اسيدز الماده الوراثيه دي ان اي والأرانية اذا من هم اللارج مولكيولز او ما يسمى بالماكرو مولكيولز اربعه كربوهيدرات ليبيدز بروتينز اند نيوكليك اسيدز بدنا نعرف الستراكشر والفانكشن لكل واحدة فيهم عشان اغرز بدماغك معلومة ثانية لاحظ الان قلنا اللارج مولوكيول ممكن يكون بوليمر متعدد الوحدات او متعدد الخرزات وممكن ما يكون بوليمر طب كم واحد من الاربعة يعتبر بوليمر <applause> سلام. ثلاثة يعتبروا ايش؟ بوليمر، بوليمر،, بوليمر. وواحدة منهم شو تعتبر؟ نان؟ مش, بو... مش بوليمر، طيب انا من هم اللي يعتبروا بوليمر. الكربوهيدرات بوليمر والبروتين بوليمر, بوليمر. والنيوكليك اسيد بوليمر، مين ظل عندنا؟ الليبيد الليبيد الليبيد, الليبيد. 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 اذا باختصار الليبيد رغم انه ماكرو مولوكيول رغم انه لارج بايولوجيكال Molecule لكن هل يعتبر بوليمر بوليمر؟ لا لا, لا اذا ليس كل ما هو لارج بايولوجيكال Molecule Supposed تو بي بوليمر بوليمر والحاله الاستثنائيه عندنا من الاربعه من هي؟ <applause> حلو جدا نيجي الان على الكونسيبت الاول في الشابتر الخامس ماكرومولكيولز عرفناها مركبات عملاقه ار بوليمرز من وافق ولا ما منوافق؟ ما بنوافق ما منوافق بنقول مو macromolecules ار بوليمرز صح؟, صح اغلبهم صح. ما بنقول ار عشان تشوفوا كيف احيانا نفس الكتاب نفس المؤلف تجاري مش مركز المهم يبيع كتب. ايوه اذا كانوا بوليمرز بيكونوا بيلت فروم مونومرز ايش يعني بيلت فروم مونومرز؟ مبنيين من وحدات احاديه أصغر. اصغر منها اصغر منها من خرزات صح؟ صح تمام اذا لاحظ الان إذ بدناش نتكلم عن الماكرو بشكل عام بدنا نتكلم على البوليمرز اذا لاحظ البوليمر شو هو؟ لونج او لارج مولوكيول سميه زي ما بدك يا بتقول طويل يا بتقول ضخم لا لكنه بالنهايه يتكون من وحدات بنائيه صغيره consists of mainly similar building blocks الان في مثل بقول لك ما ابوك بحط الطوبه على الطوبه عشان يعمل لك دار يا مقلعط ما بيحط الطوبة على الطوبة إلا والحالة مع طوبة بيتك شو هو؟ طوبة على طوبة طيب طوبة على طوبة تتكرر الطوبة في البيت؟ يعني بيتك مصنوع من طوبة واحدة ولا مئات الطوبات؟ مئات الطوبات معناته الطوبة الطوبة والطوبة بيشبهوا بعض ولا ما بيشبهوا بعض؟ يعني لو طلعت على البيت قبل ما بيشبهوا بعض ولا واحد مربعة وواحده مستطيلة وواحد, مستطيل وواحد مدحبرة زي راسك؟ بيشبهوا اذا يعني لاحظ بيشبه. سيميلر ها سيميلر بيلدينج بلوك مزبوط هذول السيميلر بيلدينج بلوك لما برتبطوا مع بعض ايش بيعطونا لارج مولكيول ايش بنسميه يا عباد الله بنسميه بوليمر طيب الطوبه الوحده الوحده الاحاديه الخرز بداخل المسبحه شو بنسميها مونومر لو جزأنا كلمة مونومر إلى جزئين مونو أها مونو ما المقصود بمونو؟ واحد أحادي ومر يعني وحدة وحدة أحادية يعني خرزة واحدة خرزة على خرزة على خرزة بيعطينا المسبحة اللارج مولكيول تمام؟ الآن رجع الكاتب أو المؤلف عدل فكرته إيش قال؟ قال 3 اوت اوف 4 اصل ثلاث من اصل اربعه اورجانيك كومباوند موجودين بحياتنا ايش هم بوليمرز <applause> من هم احفظوا الاربعه <applause> <applause> واستثنوا الدهون صح معناته <applause> ايش هم الكربوهيدرات <applause> بروتين <applause> والنيوكليك <applause> اسيدز حلو جدا شفتوا كيف جميل جدا انه قبل ما نحفظ نفهم عشان ما اضيعش الطاسه اقصد الدماغ يعني تمام طيب حط حبه على حبه بتعمل كبه في حدا عندكم من من الرمثة هذول تبعون الكباب الكبه حلا اذا مونومر على مونومر على مونومر شو بيعطينا بوليمر هذا التفاعل بنسميه condensation رياكشن ايش يعني condensation؟ ان تكاثف الحبه على الحبه على الحبه لتصبح كبه لكن دير بالك لو عندنا سكر احادي وربطناه مع سكر احادي النتيجه سكر احادي ولا ثنائي ثنائي يعني لو عقدنا عقد وضحه على ابن عجلان هل واضحة بتظلها مس واضحة ولا تفقد شيء؟ تفقد حيفقد مي. العزوبية حيفقد العزوبية صح؟ بتبطل مس واضحة شو بتصير اسمها؟ مسز واضحة صح؟ كذلك الوحدة الأحادية والوحدة الأحادية لما بتربطهم مع بعض بيفقدوا شيء، إيش اللي بيفقدوه؟ بيفقدوا ماء هيا لوس أوف ووتر مولوكيول. loss of water molecule هذا الاشي بدناش احنا ليش تضل كله اوكي اذا ايش بصير فقدان ماء عشان هيك ايش يعني فقدان ماء فقدان يعني دي دي يعني Removal وماء هيدريشن وهو عباره عن رياكشن اذا عشان نحط الكبة على الكبة عشان نحب نحط الطوبة على الطوبة ونعمل بيت لازم أبوك عم بيفقد فلوسه اللي بالبنك شوي شوي عم بيفقد شيء ولا ما بيفقد إذا لاحظ دي رياكشن أي تفاعل يتم من خلاله فقدان الماء من المركبات المرتبطة مع بعضها ما قلنا داي هايدريشن داي يعني ثنائي هنا ايش دي هايد دي رياكشن اذا الكندنسيشن رياكشن هو ايش يا جماعه عباره عن اها اذا الكندنسيشن رياكشن رياكشن هو عباره عن دي هايدريشن رياكشن اذا عشان نحط الخرزه بالخرزه بالخرزه وتصير مسبحه وتصير بوليمر حنفقد ماذا؟ واتر ووتر بعدد الروابط بعدد الروابط يعني لو عندنا ثلاثة مونومرز وروابطناهم كم رابطة بيناتهم ثنتين معناته بنفقد اثنين ماء ما بنفقد ثلاث ماء إذا عدد الماء المفقود بعدد مين بعدد الروابط إذا الكندنسيشن رياكشن بطريقة أخرى إيش بنسميه دي هايدريشن رياكشن طيب هاي المركبات العملاقه اللي بدنا نركبها من كاربوهيدرات من بروتينز من النيوكليك أسيدز على راسنا بنركبهم ولا بدنا انزيمات تنشط التفاعل بأنزيمة. بأنزيمة. ليش؟ لانه غالبيه تفاعلات الحياه في جسمنا شو مالها؟ تفاعلات انزيميه والانزيم يمثل البيوكيمستري اذا حياتك كلها على بعضها بايو كيمستري, كيمستري. طيب هذول هم الانزيمات شو هم؟ برضه هم ماكرو بروتينات يعني ماكرو مولوكيوز. شو وظيفتهم بالجسم؟ سبيد اب ذا ريأكشن يسرع التفاعل اي نوع من التفاعل الديهايدريشن ريأكشن او الكندنسيشن ريأكشن البوث ار كاركت الثنتين صح ولا لا؟ <applause> طيب اذا عشان نعمل ماكرو مولوكيول، عشان نعمل كبه من حبه عشان نعمل مسبحه من خرز سميناها دي هيدريشن رياكشن طيب اذا بدنا نعمل سلطه من بندوره بنسميها كندنسيشن رياكشن او ديهايدريشن رياكشن ولا العكس That's... العكس بمعنى اخر اذا بدنا نفكفك البوليمر بوليمر ديس وترجحهم آه. وترجعهم الى يعني اجي اقطع خيط المسبحه وارجعهم آه. لخرز واحطهم بكاسه واعطيهم لاخوك صغير واقول له هذول شو؟ بيقول لي مسبحه ولا خرز؟ خرز خرز بطل مسبحه صاروا مونومرز اذا هاي العمليه بنسميها كندنسيشن رياكشن طبعا لا نسميها ديهايدريشن رياكشن لا. طبعا لا هاي بنسميها هضم هايدروليس. ايش هضم هايدروليزس والهيدروليزد هون هو عباره عن مصطلح من شقين هيدرو مائي وليز تقطيع او بريك داون اذا الهيدروليزس يعتبر ديهايدريشن ولا يعتبر عكسه ريفيرس لديهايدريشن رياكشن ريفيرس للديهايدريشن رياكشن تمام يا جماعه لاحظ الان هاي مونومر دكتور تفضل آه، بعد خمس دقائق في عندي محاضرة ثانية مش بعد خمس دقائق الآن انتهت محاضرتنا شكرا انك نبهتنا حياكم الله وبياكم <تط> سؤال اتفضلي وبسرعة لانه كندنسيشن التكاثف صح بيصير عندنا ماي ليش لوس اوف ووتر كاتبين لوس اوف ووتر لا لا ديري بالك الكندنسيشن للبخار بصير عندنا مي اما كندنسيشن مش للسولفنت للسوليوت هونا بنسميه دي هيدريشن رياكشن وبيفقد ماء وصلت؟ دكتور حياك الله بسرعه لانه انا كمان عندي محاضره وبدي اصلي العصر ما صليتش عصر شو مستفيد من خلقتكم ايوه ما بتقدر تنزلنا هاي المحاضره اليوم على الليرنينج او بكره باذن الله قول يا رب ان شاء الله دكتور إن شاء الله. هلا اللي اخذناها تكاثف مذيب صح مش ايوه التكاثف اللي حكيناه بالشابتر رقم ثلاثة المذيب الووتر الان احنا نتكلم على تكاثف مين المذاب عشان هيك تكاثف المذاب نفقد ماء شكرا دكتور حياك إلى أن نلتقي معكم أعزائي الطلبة في المحاضرة القادمة نستودعكم بالله الذي لا تضيع ودائعه وهي نعمل عندنا أتندنس <applause> حياك الله نستودعكم بالله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>